هذه مجموعة الخريف والشتاء لشركة غورون غورون للحياكة بالتريكو، وهاتان السيدتان صممتا هذه الموضة، والزبائن من بريطانيا وإيطاليا واليابان يحبون هذه المجموعة بشكل خاص. إنها ابتكارات من جزر فارو في شمال أوروبا، كل بلوفر يحاك باليد في تقليد يواكب العصر. هذه ليست باريس أو ميلانو، فمن يريد أن يعمل في مجال الموضة على جزر فارو يجب أن يتقيد بما هو موجود هنا، ونحن نتمتع بتقاليد عريقة في الحياكة ولدينا أصواف معالجة بشكل ممتاز. يوجد في جزر فارو 70,000 رأس من الخراف، فيما لا يتجاوز عدد السكان 50,000 نسمة. متجر غورون غورون يقع في العاصمة تورشان، والمصممة غورون لودفيش تستخدم المتجر كمعرض. إنها تحب مزج المواد وهي تقوم للتو بمزج خيوط الغزل اليابانية بالصوف المحلي، وهذا البلوفر الصوفي هو الأكثر مبيعاً، ومعه بدأ كل شيء. أخذت بضع الكنزات الصوفية القديمة التي كان والدي يحرص على ارتدائها أثناء العمل، أعجبت بها بسبب طرازها الجميل، لكن ألوانها وأشكالها كانت كثيرة، لذلك نسخت الأشكال التي تعجبني منها ونقلتها إلى هذا البولوفر وأحدثت التوازن المطلوب فيه. في الطابق العلوي تعمل غورون روكفادوتي، وغالباً ما تكون في معارض الأزياء العالمية. مدينة تورشان ليست مركز موضة عالمية، لكن الأمر كان مختلفاً في عام 2008 عندما وصل 100 من خبراء الموضة والصحفيين إلى هنا ليروا أزياء مختلفة ومدهشة. سترة الصوف الشمالية التقليدية السميكة أصبحت من الماضي. موضة غورون غورون للحياكة تناسب جميع الأحجام وهي مثيرة. جاءتني الفكرة ليلاً فاستيقظت من النوم وقررت أن أقيم عرض أزياء في الحظيرة. الفكرة كانت مجنونة، ولكن افتقادنا للمال لم يبقي أمامنا أي خيار آخر، وفي النهاية جاءت النتيجة موفقة ومربحة تماماً. بعد غزل الصوف تحاك البلوفرات يدوياً، وبفضل الدهن الذي يحوي الصوف تصبح السترة مقاومة للماء ولا تحتاج إلى مواد إضافية. حياكتها تستغرق يوماً كاملاً ويبلغ ثمنها 250 يورو تقريباً. أحب الحياكة ولا أريد أن تتوقف يداي عن العمل، فأنا مسرورة لأني أقوم بالحياكة لصالح شركة غورون غورون. راجت الحياكة مجدداً في العاصمة تورشان، وهذا بفضل غورون لودفيش وغورون روكفادوتي، خاصة بعد أن غزت سوية عواصم الموضة بمنتج من جزر صغيرة في المحيط الأطلسي. نحن معروفون في كل العالم، فلو سألتم من يعمل في مجال الموضة في نيويورك أو باريس أو طوكيو فإن الكثير منهم يعرفوننا، وهذا رغم أننا شركة صغيرة وشعارنا هو أن نكون مختلفين عن الآخرين. شعار موفق كما يبدو هنا في أسبوع الموضة في نيويورك. موضة الحياكة من جزر صغيرة صممت من أجل عالم الموضة الكبير.